لم تكن هذه المهمة سهلة، لأن الأمر كان يتعلق les implications de sa création pour l'économie nationale. تجدر الإشارة أن إنشاء هذا البنك يأتي في إطار مقاربة ونظرة استراتيجية جديدة من أجل تنويع مصادر تمويل السكن لما يكتسيه من أهمية بالنسبة للمواطنين، وكذا من أجل تخفيف العبء على ميزانية الدولة. لذلك التزمت السلطات العمومية باستحداث هذا البنك، وذلك من خلال تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية تعنى بالدرجة الأولى بتمويل السكن. يطمح البنك الوطني للإسكان في أن يصبح فاعلاً أساسياً في مجال التمويل العقاري بانخراطه في النهج الذي خططته السلطات العمومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبتوجيه جهوده نحو الحداثة والابتكار. التزام، مواطنة، تواصل عن قرب، هذه القيم الثلاثة التي تبناها البنك الوطني للإسكان كروية لمؤسسته. نحن جد متأكدون من أن البنك الوطني للإسكان سوف يعطي دفعا قويا ونوعيا لتنمية النسيج العمراني والسكن الوطنيين، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويساهم في رفاهية الاجتماعية للمواطنين. وتصدر الإشارة أن تمركز البنك الوطني للإسكان كفاعل أساس في تمويل برامج قطاع البناء والعمران يجعله يخوض تجربة واعدة، باعتبار أن هذا القطاع يعد من أهم القطاعات الاقتصادية.